مساء الخير، اهلا بكم وحلقه جديده من لمتنا الحلوه. النهارده هكون معاكم انا ومروه. مساء الخير يا مروه. ازيك يا رانيا؟ كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل ست مصريه طيبه. طبعا انا بقول لك كل سنه وانت طيبه، وبقول لكل الساده المشاهدين كل سنه وكل السيدات المصريات بالف خير. عايزه اقول لك يا رانيا، النهارده اليوم ده مش عادي، اليوم ده ذكرى لاحداث كتير جدا نصفت فعلا المراه بشكل كبير جدا. كان في احداث كتيره جدا يا رانيا يوم 16. يوم 16 مارس ده هو عيد المراه المصريه، الست الجدعه، الست المقاتله، الست العظيمه، الست المضحيه. كل بيت فيه ام وفيه بنت وفيه ابنه، وكلهم سيدات مصر المقاتلات. من اكتر من 100 سنه الست ما كانش ليها دور يعني في المجتمع، بمعنى انها كانت مهمشه، لكن الأحداث تطورت وخرجت الست المصرية بتدافع عن حقوقها وعن وجودها في المجتمع. بتقول أنا موجودة، أنا ست، أنا عظيمة، أنا مضحية، أنا مربية. يعني في ظل التحول السياسي والقيادات السياسية بقى أصبح للمرأة يعني وجود، وأصبح ليها يعني حاجات كويسة في المجتمع، وكمان دورها بقى واضح، وخصوصا في عهد رئيسنا السيسي. هنشوف يعني حاجات كتيرة حصلت يعني في خلال الفترة دي، تمكين المرأة بقى ليها دور في المجتمع سواء في الحكومة أو البرلمان، كمان في التشريعات اللي حصلت أنصفت المرأة شوية وديتها حق من حقوقها. كمان المرأة المعيلة بقى ليها يعني امتيازات نقدر نقول كده، وفي مبادرات كتيرة حصلت في دور المرأة المعيلة يعني. وشفنا كمان برامج طبعا الحماية الاجتماعية وغيرها من المكتسبات العظيمة لكل السيدات المصريات النهاردة، وكمان وشفناها في أعلى المناصب. شفنا الست وزيرة، وشفنا الست محافظة، وشفنا الست نائبة. والحقيقة كان في دعم كبير جدا ومساعدة من السيد الفاضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان آخرها ولأول مرة تعيين السيدة في النيابة العامة. فدي كانت طبعا مفاجأة كبيرة لكل المصريات اللي كانوا حاسين ان هم فعلا مهمشين وعلى الحدود زي ما رانيا قالت، وما كانش ليهم صوت. والنهارده 16 مارس ده ليه فعلا ذكرى لاحداث كتير حصلت من اول ثورة 19/19. كانت الست ليها الدور انها تطلع وتقول لا، وتنزل وتتظاهر وتنزل الشارع. وكان كمان في سنة 23 اعتقد كان ليها حق الانتخاب، فدي كان طبعا نقطة انطلاق كبيرة جدا لكل السيدات المصريات. على العموم يا مروة، انا عايزة اقولك ان الست المصرية بنشوفها في أكتر يعني أسر كتير. على فكرة الست بتبقى هي لظروف ما هي بتبقى الست والراجل، الست هي اللي بتربي، الست هي اللي بتطلع جيل للمجتمع. يعني انت اكيد يا مروه بتشوفي دور الست ازاي، هي دايماً بتعمل ايه، هي بنشوف الست قائده، فدي طبعا في كل البيوت هي مدرسه طبعا، صح، هي معلمه وهي ام زي ما انت قلتي، وهي اخت. وفي ستات كتير جدا، والستات الفلاحين اللي هما بيطلعوا بره الارض يزرعوا ويشوفوا شغلهم ويرجعوا بعد كده يربوا الاولاد، وبيبقوا شايلين ارض طولها بعرضها. فدي طبعا حاجه بتخلي الست يعني عارفه في مكانه تانية وكبيره جدا. انا بشوف دايما ان الست وجودها في البيت يعني شيء عظيم، هي اللي بتجمع، وهي اللي عدم وجودها فعلا بيفرق. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل.